فأنني أفتقدهم اليوم في هذه اللحظات لعدم قدرتهم مشاركتي في هذا اليوم المميز الذي انتظروه قبلي بفارغ الصبر والمحبة وكل إيمان بأنهم يرافقونني اليوم. بصلواتهم من رحم الألم والمعاناة، وأطلب منكم يا صاحب السيادة أن تتضرعوا إلى الرب الإله، ونقدر أن نضحي أكثر ونبذل ذاتنا أكثر من أجل القريب ومن أجل خلاص نفسنا. يا ابني، في هاي اللحظات اللي فيها بتدخل لقدس الأقداس حتى تنال درجة الكهنوت، دائما خلي في ذهنك هاي المحبة يا ابني هي محبة ربنا لإلنا. وهون امسك دائما بكل ألم أو ضيق أو شدة رح تواجهها بحياتك، وضعها أمام العناية الإلهية وأمام أمنا الفائقة القداسة. يعني المرحلة الأولى يا ابني، كيف منا نوصل أن نحمل الصليب اللي حكيت لك عنه؟ كيف منا نحن نتعلم الحب؟ وبعدين المرحلة الثانية هي كيف منا نحاول أن كل ضيقات الحياة اللي بنواجهها نوضعها أمام أمنا الفائقة القداسة. هي رح تساعدنك، رح تساعدك زي ما ساعدتنا كلنا، وهي حملت معنا أعباء الطريق وضيقاتها وشدائدها. يا ابني، ببركة أبينا صاحب الغبطة أنت رح تخدم في منطقة مهمة على قلبي اللي هي عجلون، وأنت يا ابني هناك رح تكون مع أبونا غريغوريوس حتى تخدم رعيتنا في هاي المحافظة مع رعية عنجرة ورعية الوهادنة، مناطق مهمة في الأردن، محافظة مهمة أبنائها أبناء عزيزين على قلبي، وفي نفس الوقت عندهم محبة كبيرة للكنيسة. عشان هيك ببركة أبينا صاحب الغبطة بأتمنك على هاي الرعية حتى ترعاها، وهناك رح يكون مع أبونا غريغوريوس ومعك كمان مساعدة من أبونا الحبيب أثناسيوس اللي هو موجود كرئيس روحي في كل المناطق في الشمال مع الزرقاء. رح تلاقي دائما بالقرب منك، ورح تلاقيني دائما أنا شخصيا بالقرب منك يا ابني لأي شيء رح تحتاجه. ولكن ثقتي كبيرة في ربنا إنه هو رح يكون معك. عندك قدرات كثيرة، وأنا شفت مواهب كثيرة موجودة عندك، كثير منها مخفي مش مبين، وهلأ دور الكنيسة أجت حتى تعطيك هاي البركة. ربنا اليوم بحكي لك تعال يا ابني واستلم المحراب، لأنه بثق فيك وأنا بثق فيك وصاحب الغبطة بثق فيك. هاي الثقة اللي بتأهلك بتعطيك ببركة ربنا المقدرة إنك ترعى هاي الرعية المهمة وتكون خادم وراعي في الكنيسة في بطريركيتنا المقدسية.